تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله وكيف ما سبق لي وعدتكم غادي نشارك معكم طبق جد مميز في المطبخ اليهودي المغربي، طبق فاخر خاص بالاعراس اليهودية المغربية، من بين ألد الاطباق اللي تقدروا تحضروا. خليت لكم الاخر والمدخم دائما شهيوة حصرية على قناتي شهيوة دار المخزن، والاول مرة في اليوتيوب هذه الوصفة وهذا الطبق اللي كيجي رائع ديال النهار الكبير هماوي، الاعراس، المناسبات، الاعياد. جين عندكم ضياف عزاز وبغيتوا تهلاو فيهم وتكبروا بهم، ما كاينش محسن من هذا الطبق، هذا رقم واحد في المطبخ اليهودي المغربي بامتياز بدون منازع. غادي نشارك معكم هذه الوصفه هذه اللي شويه كتاخذ الوقت، هما ثلاثه الوصفات في وصفه واحده. سبق لي وشاركت معكم الوصفه الاولى اللي هي مطيشه معسله او لي طوماط سوغيز معسلين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفه او الطبق الرئيسي والتمر اللي كيكون مخضر به العماره ديالو، غادي نخليها حتى البلاتي ان شاء الله باش ما يكونش الفيديو طويل. طبق اللي كيجي محمر ومجمر ولديد بزاف، واقف الدغميره ديالو كتشوفوا اللون ديال اللحم ديال البط كيجي الدغميره رائعه ما نقولش لكم، بامتياز كتجي معلكم دغمره واللون ديالها مختلف شويه على الدغميره اللي كنعرفوا كاملين، الدجاج المحمر ديال الاعراس او اللحم بالبرقوق. طريقه الطياب ديال هذا الطبق هذا شويه مختلفه على الطريقه اللي كنعرفوا في المطبخ المغربي حنا كمسلمين بالنسبه للاطباق اللي كنصاوبوا. نتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، بقاو معايا حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه تحضير طبق البط مخضر بالتمر معمر. عندي هنا حبه ديال البط او للوز. بالنسبه للبط باش ما كان العمر ديالو صغير وباش ما كان الحجم ديالو صغير كيجي فتي وكيجي رطب. الا كانت الحبه ديال الوز او البط او الكنار من حجم كبير باش ما كبر باش ما كيشرف باش ما ملي كيطيب اول حاجه كياخذ بزاف ديال الوقت في الطياب. ثاني حاجه اللحم ديالو كيجي مشرنك ما كيجيش رطب بزاف بحال البط اللي كيكون صغير. ثالث حاجه كيكون زفر بزاف، البط الا كان كبير ولا شارف كيكون زفر، فمن الاحسن خذوا الا بغيتوا تصاوبوا هذه الوصفه هذه وبغيتوا شي حاجه الوصفه اللي كتكون زوينه ومتقونه باش ما كان البط صغير باش ما كان حسن. هذا من جهه، من جهه اخرى باش ما كانت الحبه ديال البط باش غادي تخدموا ذكر باش ما حسن، الذكر كيكون اللحم ديالو بنين وفيه المذاق مجهد بزاف بالمقارنه مع النتوه ديال البط، النتوه كيكون لحمها باسل، فمن الاحسن يكون ذكر ويكون باقي فرخ صغير شويه. انا هذا عندي اختاريته فرخ باقي غير صغير، كتشوفوا الحجم ديالو صغير، نقيته مليح بالخل والحامض والزنبوع حتى هو رقدته وغسلته بالملح فركته مليح وخليته في الثلاجه بات ليله كامله حتى كينشف. ملي كينشف قبل ما تخدموا به كديروا تحت منه بابي سيرفييت بحال هكذا، انا درت من تحت منه بابي سيرفييت باش كينشف، كنشفو مليح وكنخليه بيد ما ندوز نصوب الشرموله. الشرموله اللي غادي نحتاج ليها عندي بالنسبه للشرموله معلقه ديال القهوه صغيره ديال السمن الخاص بسكسو او السمن الحار، كتشوفوا معلقه ديال القهوه عامره مقببه ديال السمن. غادي من بعد نحيد السمن من المعلقه نديرو في الزلافه باش نقول المكونات الاخرين. عندي هنا جوج عواد كبار ديال القرفه البلديه. بالنسبه للتوابل عندي هنا معلقه صغيره ديال سكينجبير بلدي مطحون، عندي نص معلقه صغيره ديال القهوه ديال الابزار البيض، عندي معلقه صغيره ديال القهوه ديال الخرقوم بلدي مطحون، عندي تقريبا هنا خمسة الحبات ديال المسكر الحره ما مدقوقين ما والو هكذاك صحاح من بعد غادي يذوبوا مع الطياب، عندي نص معلقه ديال راس الحانوت. راس الحانوت راني سبق وشاركت معكم التوابل والمكونات اللي كيتكون منهم راس الحانوت بالتفصيل. عندي هنا معلقه صغيره ديال القهوه ديال الورد البلدي مهرمش هكذا، الورد البلدي اليابس اللي كيتباع في عند العطاره هو هذا، هذا الورد البلدي هذا اللي كيتباع عند العطاره، شريوه. خذوا غير هاد الوريقات الفوقانيين اللي كيكون اللون ديالهم موف او اللي كيكونوا حجريين، هاد الوريقات اللي كيكونوا الفوق هما اللي تاخذوا نقيوهم
وديرهم في مهراز. انا خديته هرمشتو غير هنا في المهراز حتى ولا بهذا الشكل هذا، معلقه صغيره من هاد الوراق ديال الورد البلدي. عندي نص معلقه صغيره ديال القهوه ديال بسيبيسه مطحونه، وعندي ثلاثه الدروس ديال الثومه متوسطين دوزتهم في البريصه. تحكوهم ولا ديروهم في المهراز معليش. غادي ندير هاد التوابل هنا ونهبط هاد المعلقه ديال السمن حتى هي. غادي نزيد على التوابل باش غادي نطلقهم. عندي هنا كاس صغير ديال الماء، سخنت الماء مليح حتى طبخ وغلى، وزدت فيه كميه ديال الزعفران شعره باش كيطلق وكيولي اللون ديالو هكذا باش ما كان مسخون باش ما كيطلق الزعفران. غادي نخلط هاد التبزيره مع بعضياتها. البط قبل ما ترقدوه في الشرموله كتجيبوا موس يكون الراس ديالو رقيق، وكتبداو كتقبوا في هاد الحبه ديال البط بوها باش منها كتدخل لها الشرموله مليح وكتشرمل كتلدد بالتوابل، ومنها باش كيدخلها الطياب. ودابا غادي نجيب هاد الفرخ هذا غادي نديرو في الشرموله ونشرملو مليح. حاولوا تدخلوا هاد الشرموله لداخل ديال البط من الجناب، وديما كنبعد الملحه وكنساها كنسى ما كنزيدش الملحه حيت كنحطها بعيده. غادي نزيد كميه ديال الملحه، كميه اللي تملح. غادي نخلط هاد المكونات باش تنسجم الملحه مع الشرموله ويتملح حتى الفرخ ديال البط. غادي نغطي هاد المكونات نديرهم في الثلاجه ونخليهم يباتوا ليله كامله. بالنسبه للبط ما كاينش ما عندكمش فين تفلتوا، ديال اللي عنده الوقت هو هذاك اللي ما عندوش الوقت ساعتين ثلاثه السوايع ويخدم به. لا، البط ماشي هو الدجاج، البط خصو يدوز ليله كامله في الثلاجه باش ما بقى في الشرموله باش ما كيتبنن وكيتلدد، حيت اللحم ديالو ماشي هو اللحم ديال الدجاج. من بعد ما شرملت البط ليله كامله غادي ندوز دابا للنصيب. بالنسبه للنصيب غادي نحتاج في مرميطه او لا في طنجره غادي ندير كميه ديال زيت ارغان. الناس اللي توفروا على زيت ارغان تبارك، اللي ما عندهمش زيت ارغان يقدروا يعوضوها بالزبده. خذوا الزبده وذوبوها صفيوها من هذاك الحليب، خذوا غير ليدام ديالها هو باش تنصبوا، اولا الا ما بغيتوش تخدموا بالزبده خدموا بالسمن المذوب اللي سبق ليا وشاركت معكم في القناه. غير هي هاد الوصفه هذه انا شاركتها معكم بالوصفه الاصليه ديالها اللي كتكون بزيت ارغان. والله يعطيكم الستر ردوا البال ما تكثروش ليدام في هاد الوصفه هذه، حيت البط كيكون ميدم ومع الطياب كيطلق ليدام ديالو. غادي نزيد على زيت ارغان حبه متوسطه ديال البصله البيضاء مشلضه رقيقه بزاف، من الاحسن البصله البيضاء الا توفرات كان احسن. غادي نشحر هاد البصله في الزيت حتى كتحمر، ماشي غير كتدبال اولا كتذهب وكتشحر مزيان، لا حتى كتحمر. خاص ضروري البصله قبل ما تزيدوا اي حاجه حمروها في زيت ارغان حتى كيتبدل اللون ديالها وكتحمر. من بعد ما كتحمر البصله بهذا الشكل هذا كتشوفوا كي كتجي محمره، ردوا البال ما تحرقوهاش، انا حمرتها على عافيه متوسطه. من بعد ما تحمرات غادي ندير هاد الحبه ديال البط، وهذيك الشرموله ديالها غادي نزيدها حتى هي. غادي نشحر هاد البط هذا على الجهات كاملهم، على الظهر على الجناب حتى كيتشحر مليح. ملي كيتشحر الوز اولا البط فهاد البصله المحمره كتشوفوا الشكل ديالها كي كتكون، كنأكد وكنعاود غير حمروها ما تحرقوهاش حيت باقي طابعها طيب. انا زدت هنايا هذاك العمق ديال البط وزدت الكبده ديالو، قطعت العمق طريفات وزدت هذوك العويدات ديال القرفه. غادي ندوز دابا باش نمرق. خديت هذيك الزلافه اللي كنشرمل فيها درت فيها الماء طايب وشللتها من هذيك الطبزيره ودوك العويدات ديال الزعفران. من بعد ما رويت بالماء الكافي فاش غادي يطيب هذا البط هذا غادي نزيد حبه ديال التمر، غادي نلوحها هكذا صينه، وغادي نغطي هذا البط هذا ونخليه كيطيب في الطنجره على عافيه مهيله حتى كيدخلوا الطياب وكيرطاب. بالنسبه لهاد طريقه الطياب في الطنجره كتاخذ شويه ديال الوقت، انا حيت عندي الوقت غادي نعطي الوقت الكافي لهذا الشيء وهذه على حقها وطريقه حتى نساليها.
حيت البط باش ما عطاتوه الوقت في الطياب وخدا راحتو في الطياب وما زربتوش عليه باش ما احسن. طياب البط ماشي هو طياب الدجاج. بالنسبه للناس اللي مزروبين ولا ما عندهمش الخاطر يقدروا يطيبوه في الكوكوت، ما كياخذش بزاف ديال الوقت، غير هو من الاحسن البط طيبوه في طنجره وما تبداو تصاوب ديال البط حتى يكون عندكم الوقت. البط من بعد ما طاب كيجي الشكل ديالو هكذا. انا حيدته من الدغميره ديالو، خليتها كتقعد باش كتنشف من هذوك السوائل اللي زايدين فيها، والشكل ديال البط كيجي هكذا. كتشوفوا اللون ديالو كيجي محمر، هذا الشيء كيرجع للبصله اللي تحمرات. انا سبق لي وشعلت الفران خليته كيسخن مليح، غادي ندوز باش نحمر هاد الحبه ديال البط. عندي هنا كميه من العسل ديال لي طوماط سوغيز معسلين اللي سبق لي وشاركت معكم في القناه. هاد السيلو هذا هو فاش تعسلات مطيشه سوغيز من السم بالورد البلدي وما زهر، خديت منه هاد الكميه هذه هي باش غادي ندهن البط وندخلو باش يتحمر في الفران ويتعسل. الناس اللي ما توفروش على هاد العسل هذا يقدروا يعوضوه بعسل عادي، خذوا كميه ديال العسل عادي ودهنوا بها الحبه ديال البط. من بعد ما دخلت البط الفران يتحمر غادي ندوز دابا باش نعمر التمر. عندي هنا حبات ديال التمر ديال المجهول، عندكم مجهول خدموا به بوفقوس، اهم حاجه يكون التمر كبير وملحم باش كي يكون قادر انه تعمروه وكيجي الشكل ديالو كبير. انا سبق لي وخديت هنا حبات ديال التمر حليتهم وحيدت منهم هذيك العلفه اللي كتكون في الوسط. غادي ندوز باش نعمر الحبات ديال التمر بمعجون الزبيب والقرقاع. معجون الزبيب والقرقاع كيكون بهذا الشكل هذا. ما درتوش في هذا الفيديو هذه حيت الا درتو حتى هو زدتو على الوصفه غادي يجي الفيديو طويل بزاف. اللهم من بعد ان شاء الله وغادي نهبط لكم الوصفه ديالو كي كيتصاوب. كناخذ كميه من هذا المعجون ديال الزبيب والقرقاع كله كنصاوبه على شكل صبيعات. كتشوفوا الشكل ديالو كي كيجي، كيجي بنين بزاف ما تشبعوش منه شي حاجه صراحه طوب. وكناخذ هاد الصبيعات هادو كنعمر بهم التمر من الداخل بهذا الشكل. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي كميه التمر اللي عندي. كميه التمر نتوما كديروا على حساب اللي بغيتوا. حاجه مهمه ما ذكرتهاش هو انه هاد التمر هذا قبل ما نبدا نخدم به مسحته بزيف فازق بمزهر، خديت زيف وفزقته بمزهر ومسحت به هذا التمر مليح باش الا فيه شي غبره ولا شي حاجه تحيد، ورشيته شويه بالماء ديال الزهر باش كيجي من السم وكتجي فيه الريحه ديال الزهر. البط من بعد ما تحمر في الفران كنسر به بهذا الشكل هذا. من الفوق كندير بودان ديال المعجون الزبيب والقرقاع وكنزين بلي طوماط سوغيز معسلين. خديت الحبات ديال مطيشه سوغيز معسله بهذا الشكل هذا وفنت ليها النص ديالها في القرقاع محمر. وكتبداو كديروا الدغميره بهذا الشكل من الجناب، كتشوفوا الدغميره كي كتجي الشكل النهائي ديال طبق البط مخضر بتمر معمر. كيجي هكذا يتزين بالتمر معمر بمعجون الزبيب والقرقاع من الجناب، طبق رائع جد مميز بمذاق مختلف تماما على الشهيوات المغربيه اللي كنصاوبوا ولا كنحضروا حنا كمسلمين مغاربه. والفضل كيرجع لهذيك البصله اللي تحمرات وقت التحار. البصله البيضاء ملي كتحمر وكطيبوا بها كتعطي مذاق جد مميز للاطباق. طبق رقم واحد كما قلت لكم ديال 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 النخوه ديال النهار الكبير، مناسبه عندكم جايين عندكم ضياف عزاز بغيتوا تهلاو فيهم، قدموا هذا الطبق وغادي ترحموا لي الوالدين ما غاديش يحشمكم. المذاق اللي كيكون فيه غزال بزاف، خليط ما بين الدغميره اللي كتكون هكذا كتجي معلكه ومعسله، مذاق اللي كيكون رائع ما مألوفش وما مالفينش به كوجبه. عاد زيد عليها المذاق ديال معجون الزبيب والقرقاع والتمر ومطيشه معسله بالاضافه لهذاك البط اللي كيتعسل بالعسل ديال مطيشه سوريز معسله بالورد والزهر، واحد الخليط ديال النكهات اللي كيخلي هذا الطبق هذا كيجي
من ألد الأطباق ومن أرقى وأفخم وأفخر الشيوات اللي تقدروا تصوبوا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الإعجاب ديالكم، ونتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة لأنني متأكدة مليار في المية غادي تنال الإعجاب ديالكم وغادي تعجبكم. نتمنى من الناس اللي غادي يجربوا هاد الشيء وهادي يخليوا ليا الراي ديالهم في التعليق كي جاهم هاد الطبق هذا. الا عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس اللي ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير على الكلام الطيب اللي كتخليوا ليا في التعليق. نلقاكم ان شاء الله فيديو جاي على قناتي شهوه الدار المخزن بلومبي فلوغ. على بروشين، تشاو.